تالتة ابتدائي، وهو بيقول أنا الضابط المهندس أحمد محمد عواد، وهو بيسند على السنادة بتاعة الامتحان. في امتحان تالتة ابتدائي كانت زي شهادة ساعتها، كانت تالتة دي شهادة هي وستة وكده، فكانت تالتة دي ساعتها شهادة. فكان في الامتحان كان بيسند على سنادة عشان يكتب، فكتب عليها الشهيد لا إله إلا الله، فكتب عليها المهندس الضابط أحمد محمد عواد. فهو نسيها الورق السنادة دي، نسيها عند خالته وهو جاي من الامتحان، نسيها عند خالته. فقالت له يا احمد انا هعلك السنادة بتاعتك دي عشان اشوفك انت هتبقى ايه في دول. فنتها عيناها لحد ما دخل الكلية العسكرية. فاحمد من صغره وهو بيتمنى ان هو يبقى ضابط، يقول عشان ادافع عن بلدي. خلص ثانوية عامة والتحق بالكليات العسكرية. في السنة دي قدم فكان ناجح طبعا، وهو كان دايما يقول أنا أخويا هي ضابط، أنا كمان هبقى ضابط، أنا داخل وأنا هبقى ضابط، وأي حد بيشوفني بيقول لي أنت شكلك ضابط. واختير بقى بعد كده ودخل الكلية التكنولوجية العسكرية التكنولوجية. فأثناء الثلاث سنين في آخر سنة كتب في يوم هكون شهيد ادعولي، في ثالث سنة في الكلية. فلما خلص بقى الكلية وكده اتخرج، اختار سلاح الأسلحة والذخيرة. قلت له ايه يا احمد ما تغير يا ابني السلاح ده؟ قال لا انا حابب السلاح ده. فاختار السلاح ده، وانا كنت مفكره ان هو بقى ايه بعيد، انا كنت مفكره ان هو بعيد عن اي يعني اي خطر. قلت هو هيبقى بقى ايه في مكان في اي مداهمات والحاجات دي، يعني هو هيصلح الايه هيصلح ايه الاسلحه والذخيره اللي هي بتتهتك بتاع، هو هيكون ايه في مكان امين في بعيد. والله شعورنا بقيت اقول انا لله وانا اليه راجعون، كل ان يسبنا الا ما كتب الله لنا. شويه ربنا يصبرني شويه يعني ابكي. فساعتها قالوا لي لا ما تطلعيش عشان هتصرخي وكده، لا ما تطلعيش. قلت لهم لا انا هطلع عشان اشوف ابني، لانه هيجي على المقابر على طول. قلت له لا هطلع عشان اشوف ابني. اليوم ده كان فرح لي، كان فرح فعلا، يعني الناس تقول كان اتجت المقابر في اليوم ده، اللي بيطلع المقابر من العصر كده كان يشوف المقابر دي كلها رائحه جميله وطيور وعصافير عماله. كل اللي كان في اليوم ده طالع يوم طالع المقابر. فكان الجنازة بتاعته حضرها عساكر وضباط وقائد الجيش وقائد الكتيبة بتاعته، وكانت بقيت أقول له فرحك يا أحمد، فرحك يا أحمد النهاردة، الحور العين مستنيينك، أنت ما كان لكش نصيب تتجوز في الدنيا، لما هتتجوز في الآخرة من الحور العين إن شاء الله. فكان في زغاريط وكانت كلها زغاريط، وهو طالع يجري الناس كانت بتزغرط. هو طول عمره بيقول أنا عاوز أكون شهيد، عاوز أكون شهيد، في يوم أكون شهيد لتراب وطن لتراب بلدي وكده. وأنا طول عمري أنا في يوم هكون شهيد، أنا مش يعني حاجه في دماغه يا ابني يا ابني ما تخليناش نزعل عليك والكلام ده. هو لا يا احمد مش عارف ايه ليه، ايه الفكره اللي انت مسيطره عليك دي؟ تقول لك لا انا في يوم هكون شهيد، انا مشروع شهيد يا بابا، انا مشروع شهيد. مامته تقول تسمع الكلام ده تزعل وتقول له ما تتكلمش الكلام ده، بس هو يعني كان في دماغه الشهاده. القاده بتاعته جم وقالوا ده يعني راجل قام بمهامه، والحمد لله كان
كان على قدر المسؤولية وربنا يكرمه يعني، مع انه كان سلاح اسلحه وذخيره، بس كان بيطلع معاهم مداهمات. القاده بتاعته كان بيقول بيطلع معانا مداهمات، بيطلع معانا مداهمات، انما المفروض ان هو اسلحه وذخيره، بيصرف الاسلحه ويصرف مش عارف ايه، انما هو زي ما عرفنا يعني، انما هو كان بيطلع معاهم مداهمات، كان بيحب ان هو يشيل السلاح ويقضي على الناس الخونه. لما كان في سنه في يعني في الكليه، كان بيقول لزمايله في النهائي يعني، احمد كان بيقول لزمايله ادعوا لزمايلكم اللي كانوا نايمين على السرير ده، الشهداء اللي ناموا على السرير ده، ربنا يرحمهم، وادعوا له، ادعوا لهم، ادعوا لهم. لما جه استشهد، قائد السلاح بتاعه جه، وقائد الفرقه بتاعته جت، قائد مش عارف جه يقول لي انت عاوز ايه يا عم الحاج، اقول له مش عايز حاجه انا، المهم ابني استشهد. الحمد لله، الحمد لله ان هو استشهد.